كمان الوطن سبورت قالت برغم خسارة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، إلا أنه مازال مسيطر على صدارة الأندية الأفريقية وبفرق شاسع جدا عن أقرب مطارديه، بل هو النادي الوحيد اللي حطم حاجز 100 نقطة في ترتيب الأندية بحسب نقاط تصنيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. وكان رصيد النادي الأهلي 105 نقطة قبل نسخة دوري أبطال أفريقيا واللي انتهت بفوز الترجي التونسي، ونال النادي الأهلي 4 نقاط بعد ما أخذ المركز الثاني عشان يرفع رصيده ل 109 نقطة. استمر كمان مازن بالكونغولي في المركز الثاني في الترتيب العام للأندية الأفريقية، وخطف الترجي التونسي المركز الثالث من مواطنه النجم الساحلي بعد ما حصد 5 نقط بعد حسم دوري أبطال أفريقيا عشان يرفع رصيده ل 68 نقطة وفرق نقطتين عن الفريق الساحلي. حافظ نادي الزمالك بقى على المركز الخامس بعد ما فشل في تحقيق أي نقاط بعد توديع المبكر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما يلي طبعا الترتيب العام للأندية الأفريقية بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا. رقم واحد هو النادي الأهلي المصري 109 نقطة، مازيمبي الكونغولي 69 نقطة، الترجي التونسي في المركز الثالث 68 نقطة، النجم الساحلي في المركز الرابع 66 نقطة، نادي الزمالك بيجي في المركز الخامس 59 نقطة. وعلى مستوى ترتيب نادي القرن 21 ما زال النادي الأهلي لحد دلوقتي متربع على القمة، طبعا بيدافع عن اللقب اللي حققه في العام أو في القرن الماضي القرن العشرين، وعزز المارد الأحمر صدارته بأربع نقط عشان يزيد الفارق في مطاردة الأول مازيمبي ل 19 نقطة، يعني ما بين الأول والتاني 19 نقطة. طبعا استغل فيها نادي الأهلي خروج الفريق الكونغولي من دوري أبطال أفريقيا ونيله نقطتين فقط، وبالإضافة طبعا لأن تراجع نادي الزمالك وصيف القرن الماضي للمركز الخامس في ترتيب القرن الحالي بعد طبعا النتيجة في الكونفدرالية الأفريقية وتوديعها مبكرا على إيد ولايتا ديتشا الأثيوبي. وعزز الترجي التونسي من تواجده في المركز الرابع وبفرق 6 نقط فقط عن النجم الساحلي. وفيما يلي بقى ترتيب أندية أفريقيا في القرن الواحد وعشرين، في القرن الواحد وعشرين النادي الأهلي معاه 69 نقطة، مازيمبي معاه 50 نقطة، نجم الساحلي معاه 47 نقطة، الترجي التونسي معاه 41 نقطة، الصفاقسي التونسي معاه 24 نقطة، الوداد المغربي معاه 23 نقطة، نادي الزمالك في المركز السابع دلوقتي ب 22 نقطة.